Klaus, hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke für Nachfrage. Und dir? Ach, gut, danke. Am Wochenende wird das Wetter sehr schön. Hast du Lust, einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? Einen Fahrradausflug finde ich eine gute Idee. Aber wohin wollen wir fahren? Hast du eine Idee? Wer könnte nach Berlin fahren? Oh, nach Berlin. Das ist schon weit. Ja, du hast recht. Lass uns nach Frankfurt fahren. Was denkst du? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Und wenn das Wetter schön ist, kann man eine Rundtour machen oder etwas spielen. Soll ich meinen Fußball mitnehmen? Ja, bitte. Dann können wir dort etwas spielen. Ich habe eine Frage. Wollen wir grillen? Ja, natürlich. Ich werde gerne grillen. Okay. Dann nehme ich die Kohle mit und kaufe das Fleisch. Super, und ich kümmere mich um die Getränke. Toll, aber wann wollen wir losfahren? Was denkst du? Ich schlage vor, dass wir am Samstag um 10 Uhr fahren. Klar, da habe ich kein Problem. Und wo wollen wir uns treffen? Wir können zum Beispiel hier an die Universität uns treffen. Super. Ich freue mich auf Samstag. Ich mich auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. أنا أحمد واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. بناء على طلبكم انتقلنا لجزئية المحادثات اليومية، وبالعادة بحب أركز على الأمور اللي ممكن تيجي بالامتحان. ففيديو اليوم كان عبارة عن نموذج من النماذج اللي ممكن تجيك بامتحان مستوى الـB1 تحديدا في جزئية الحوار. بالعادة بيكون في جزئية مطلوب منك أنت وزميلك تتحاوروا في موضوع معين، تنطرح مواضيع كثيرة أبرزها تخطيط لرحلة زي ما تطرقنا للموضوع قبل شوي. ممكن يجي الموضوع زيارة صديق، محادثة في محطة القطار، أو حتى محادثة في السوبر ماركت في المحل وإلى آخره. إذا حابين نكمل في هاي السلسلة ننزل أجزاء ثانية لمواقف مختلفة، شخايب مي عيات عندي كومنتار. غير هيك بعد شوي راح ننتقل لجزئية تفصيل المحادثة. أكيد ما نسيتكم، وما خلص الفيديو هيك راح نفصل المحادثة، راح نقرأ بشكل أبطأ ونترجم. خلوكم معاي، لوس كيتس. زي ما ذكرت لكم بالعادة المحادثات هاي كثير من الناس بتواجه صعوبة فيها، لأنها بتكون قاعدة بتدرس المنهاج بشكل أكاديمي بحت، وبيركزوا على موضوع القواعد وبيهملوا كثير الجوانب اللي من وجهة نظري أهم من القواعد. ليش؟ لأنها أصعب. لأنه زي ما دائما بحكي لكم، لما أنت تنمي الجانب الأكاديمي في عندك جانب الممارسة والأوسشبراخ أو مخارج النطق، مخارج الحروف، فإذا ما اشتغلت عليهم راح تلاقي حالك قوي من جانب القواعد وضعيف من ناحية المحادثات. لذلك لازم تحط جهد كبير زي ما قاعد بتحط بالقواعد، تحط كمان جهد بالمفردات، بالمحادثة، بالممارسة. لذلك قاعد بحاول أساعدكم بقدر المستطاع بإني أعمل فيديوهات فيها مواضيع ممكن أنتوا تطبقوها، ممكن تشوفوا كيف الناس بتستخدم أدوات الربط، كيف بتيجي أدوات الربط بالجمل، كيف بتنحكى الجمل بشكل سريع. خلونا نبدأ. بالبداية كان عندنا شخصين، الشخص الأول اللي هو كلاوس والشخص الثاني أحمد. كلاوس بالبداية اتصل في أحمد وحكى له هلو في جيتس دير. ولو رجعنا نقرأها بشكل بطيء راح نلاحظ إنها هلو في جيت إس دير. طبعا جيت إس بتصير جيتس، في جيتس دير. هلو في جيتس دير، مرحبا كيف الحال؟ مرحبا كيف حالك؟ كان بيقدر يستخدم بدائل، ومن أبرز البدائل اللي ممكن تنحكى جوت تاغ، ممكن يبدأ فيها الحوار جوتن تاغ وبعدين يكمل. رد عليه أحمد بحكي له ميجاتس جود دانكا فو ناخ فراغي اون ديا. ولو قرأناها بشكل بطيء راح نلاحظ إنها ميا جيت إس جود دانكا فو ناخ فراغي اون ديا. أنا بخير، شكرا لسؤالك. ماذا عنك؟
وهذا الأمر الطبيعي والشائع أن الواحد بس يسألك عن حالك مباشرة بترد على السؤال، بتجاوب وبترد أنا بخير، أنت كيف أمورك؟ رد عليك كلاوس: Ach, danke. Am Wochenende war das Wetter sehr schön. Hast du Lust, einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? ولو قرأناها بشكل بسيط راح نلاحظ أنه حكى Auch gut. Danke. أنا أيضا بخير. شكرا لك. Am Wochenende في عطلة نهاية الأسبوع war das Wetter sehr schön. Wird das Wetter sehr schön. سوف يكون الطقس جميل. Hast du Lust? Hast du Lust einen Ausflug mit dem Fahrrad zu machen? هل لديك رغبة بعمل رحلة بالدراجات الهوائية؟ فمباشرة رد عليه أحمد وحكاله gerne einen Fahrrad Ausflug finde ich eine gute Idee. Aber Wohin wollen wir fahren? Hast du eine Idee? بكل سرور. الرحلة بالدراجات الهوائية فكرة رائعة، فكرة جميلة جدا. لكن إلى أين تريد أن تذهب؟ هل لديك فكرة أو وجهة معينة؟ يقصد أنه هل لديك يعني خطة وين حاب تروح؟ بعدين رد عليه وحكاله Wir könnten nach Berlin. فاغر يمكننا الذهاب أو السفر إلى برلين. بعدها نرد عليه أو ناخ برلين داس است شون فايت. أو إلى برلين إنها بعيدة، زي كأنه بيشعر بكمية المسافة من خلال كلامه. بعدين رد عليه كلاوس وحكاله يا دو هاست غشت. وهذا من الأخطاء الشائعة عند الناس، أحيانا بتحكي دو بست غشت، لكن الصحيح هو فعل هابن دو هاست غشت. دو هاست غشت بمعنى نعم أنت على حق أو معك حق، أنت محق. فأحمد رد عليه بسؤال عكسي وحكاله لاس أونس ناخ فرانكفورت فاغن فاس دانكس دو. دعنا نسافر إلى فرانكفورت، ما رأيك؟ ماذا تعتقد؟ بعدين رد عليه كلاوس يا داس است اين جوتا فورش لاك. الكلمات الطويلة جزؤها فورش لاك فورش لاك أنت فان داس فيتا شون است. نعم إنه اقتراح جيد. وإذا كان الطقس جميلا، إذا كان الطقس جميل كان من اينه Gut Tour machen oder etwas spielen. إذا كان الطقس جميل ممكن الواحد ياخذ جولة أو يلعب. بعدين آخر إشي ذكر له soll ich meinen Fußball mitnehmen. هل ينبغي أو يجب علي إحضار كرة القدم الخاصة بي؟ فرد عليه أحمد وحكى له يا بتي نعم رجاء أو نعم من فضلك. Dann können wir dort etwas spielen. عندها يمكننا اللعب هناك، بمعنى أنه إذا جبت الكرة وكان الجو كويس ممكن نلعب فيها. بعدين كلاوس بيسأل Ich habe eine Frage. Wollen wir grillen? Ja, natürlich. Ich werde gerne grillen. أنا أرغب بالشواء أو أنا أحبذ، يعني أرغب بفعل. Okay, dann nehme ich die Kohle mit und kaufe das Fleisch. حسناً، سوف أخذ الفحم معي وأشتري اللحم. أحمد بيحكي super، رائع. Und ich kümmere mich um die Getränke. رائع، وأنا سوف أقوم أو أنا سأهتم بالمشروبات، سأقوم بالاهتمام بالمشروبات. بالنسبة لحروف الأوملاوت ومشاكل نطق الحروف، مقاطع نطق الحروف اللي عنده أي مشاكل فيها، عملت أكثر من فيديو حتلاقوهم في علامات الاستفهام، بإمكانكم تشيكوا عليهم. كلاوس بيرد وبيحكي tall عظيم، ممكن تيجي بمعنى رائع. Aber wann wollen wir
losfahren. Was denkst du? عظيم. لكن متى ينبغي علينا السفر؟ ماذا تعتقد؟ ما رأيك؟ بعدين أحمد بيحكي له ich schlage vor. أنا أقترح dass wir am Samstag um 10 Uhr fahren. أقترح أن نسافر يوم السبت الساعة 10. بعدين كلاوس رد عليه بسؤال مهم بيحكي له klar يعني طبعا da habe ich kein Problem ليس لدي أي مشكلة بهذا und wo wollen wir uns treffen وين رح نلتقي وين رح نتقابل عشان نسافر فأحمد بيحكي له wir können zum Beispiel ممكن إحنا على سبيل المثال يعني قاعد بيعطي اقتراح hier هنا an die Universität uns treffen. Das wäre vielleicht gut für uns treffen. بعدها الاثنين ردوا auf wiederhören. Auf wiederhören. بمعنى أكلمك قريبا. كيف احنا بنحكي auf wiedersehen أراك قريبا. نفس الشيء auf wiederhören. إنه أسمعك قريبا تستخدم للمحادثة عن طريق الهاتف. Das ist alles für heute. هذا كان فيديو اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. هذا الفيديو من الفيديوهات اللي تعبت عليها. إذا عجبكم لا تنسوا تنشروه لأي شخص مهتم في تعلم اللغة الألمانية. كان معكم أحمد. نراكم في فيديوهات قادمة. بس dann.